السلام الله عليكم ورحمة وبركاته كل مناكسن ميل البواد جوكتان سود وذا صاحب يعل وعن الكن يدين كسو قد بين دونا برامج كوبان أو لحريرة حال الله ودم ذير تري يثوبيا سجارة برامج كان وحو دارنا دونا حجيب وكدم بي صاحب تنمدي أسياس أفوركي إيو أبي أحمد محاسو بي إن أسياس أفوركي ومالنتي شلي تاهد كم قناة مناسبة دي علي مساركا إساقو أو مركي هوريتوتن يا مركي أبي أحمد إيو أسياس فوركي لبضو دل أي كوهشيان لبضو كوني يتطبي يتبنكي سديد يتبنكي إن حريركي لسوع اليو أو أي ساحيبا نغضان حتى قلبها قار كود إساقو سوق حوادو ننجري قدها ودن كإيتوبيا إساقي أبي أحمدنا ساحيبا دو أي أحايين مالما بضانا أما مرارك لدوانا لقهد لي لبضانين وحا أيهين إيو لبا سيدا اي حالة دودو تهي انتب وحي داد بدني اسويديين سببتا كنتي ان اسياسة فوركي او كمغنا حفلة دي شليتو اي ريزولو زار ابي احمد لغو علي مساري ساحيب كيس لو اي سياسة داد وحا كمغنيسي حالكا وحي دين كسو قدبين دونا دور قضب او لحريرة سببتا كنتي اسياسة فوركي مغنان شهيسا وحانا ايجينا قرال لك لدوان او دادكا اريماها سياسة دو دون دلالة او لبادا ودنبا ايو دادكا لاتو او كمال حبنانو سياسة دا قاردا كهدلا انتو با اي شيغين ايان هالكا ندين كسو قد بين دورنا وقضبكا كوباد اي اسياسة فوركي كمغنانشيهيسا ميلا اسوي دا ويدين ايوي عيدوال بناوي هادل هايسا ورباهين تا قدها ودن كايثو بيا اي محاليقا اي تان عالمي جينا واي كهدلان دامانتوت وحاينا دامان اسوي ديان ورنينكي أسياس أهم حاكو دعي أبي أحمد صلي تومونا يمن علي مسار كيسي حل اللي سوغو وذي يميد قلباتك باريغا بارتمها إيا كونفورتا غارد أفريكا إساقا حقابو أكعا إيا اللي سوغو ويتي موادمادن كلا إيا ساحي بدا إيا أهان جريان إيا حد إسكو دعسيني هين السودان إيا مصار يسوغو كلاتو إيا غلفتادو حبنو إيا غصو قيب كلاين لكن مدحدي أي سان إماني لكن وحا لشيغي أسياسة فوركي سوابها او مغانا دي او كلان كاسوغا مغانا كو إن اي تهي إن رئيس الوزارة أبي أحمد إيو أسياسة فوركي اي سن اسكوانا اكسنين أفر شنتي بلود اللا صور دعفي او حرير كودو او مقدسو كلا دحقالي سباب تعرين تاسي كدن بايسا اسوغو ما اينا دعن وحي اي تو بي إيو أسياسة هرو اسوغو هاي سن جرين isuguma ay na dhacay wixii Eritrea iyo Ethiopia ka dhaxan jiray ee dagaalkii baadama ee sanadaha badan ama 20 sano qaad ee waxay labadoodu isugu dhaceen bay dadku leeyihiin xilligi Abiy Ahmed uu ciidamada ka soo saarayay deegaanada Tigrayga oo makala iyo magaalooyinka kale ee uu ka soo baxay maadaama ciidamada Eritrea ay taageero siinayeen yaa wuxuu yiri war Abiy Ahmed oo wiil yar ba tahay siyaasadda waddanka ana ka aqaan siyaasadda TPLF ana ka aqaan حال كان أنا كأوجي كجوك حسماين إن نمان كان دجال كأن كسي ودنو أبي أحمد نعداد سكي بدنا مركزي تاجنا يسد وكلت الدارشة إنه جرى أو الربي إنها عالم كأو الربي إنه سكسي جيريو تي بي ألف أو الربي إن لو حركة لا لاديو يجا لفت هذا إن تي جدها الله سوق شذا كجيب دجال هذا حد لقوه هذا يقول لهم إذا لقوه هذا أيو سكون قرشين يبيلي هندت كأريمه كهذا marka asiyaas iyo abi ahmed halka way isugu dhaceen wayna ku kala dhinteen taageeradii oo asiyaasiyay ee ciidamada Eritrea ay dhulka ku qabsadeen xitaa xuquuqda aadanaha inay ku xadgudbeen caalamka hadda ku eedeynaya cunqabateen baa la idin saari laha oo taliyaha ciidamada ee waddanka Ethiopia aan idhaahdo Eritrea la saaray baa cunqabateen wadamada reer galbeedku ay saareen iyagoo ku eedeynaya dagaalka ka dhacay deegaanka Tigray wardabkii aad gelisay baad igaga baxday oo tacab khasaar baa igu dhacay ayuu yiri siyaasa fawork sidaas darted niyo howl yar baa taa isma fahmayna siyaasadna ma taqaanide banaanka aynu kala mar waa qodobka koobaad ee dadka arimaha siyaasada indheendheeya ay ka hadleen qodobka labaad ee la sheegay siyaas afawarki inuu arintaas iyada aha amaba uu uga maqnaa caleemasaarkan waxa ay tahay inuu xanuunsan yahay asiyaasa fawarki xanuunka lama shaacinin dawladda Eritrea ma ayna sheegin laakiin in uu xanuunsan yahay oo xanuun uu jiro oo asiyaasa fawarku sida darteed u iman waayayna waa mid ka mid ah qodobada la soo dhigay ee la sheegay qodobka saddexaad ee la sheegay
مادام و سياسة فورك اللغو ايدين ايو ابي احمدين و تاغيرا بادن سيو عيدا مديسو حد اي قبل كحميرا اي حدود السودان اي ثوبيا اريتريا كسو غنيهين اي امحا ان نمانك اللي يده دو تكريكو ايدين ايان ان دول قوادي قار كميد اريتريا هايساتو او قده ديگانا دا تكريكا عيدا ما اريتريا كسو غنيهين سو راد قداشا او سمايو on loogu garanin ama uusan warkii ah in isaga iyo Abi Ahmed isku fiicnaanshahooda iyo taageerada uu siinayo dagaalka uu TPLF la galay uu u qariyo boorka loogu qariyo ayaa waxa la leeyahay arintu waa boor isku qarin oo siyaasada warkii sida daarteed ayuu u maqnaa oo waxa laga dhaadhicinaya dadka waa siyaasad arintani la sameeyay in labada nin ayna isku wanaagsanayn in la muujiyo ama ba ugu yaraan shaki la galiyo wadamada caalamka dadka arimaha siyaasadda u dhundeleelo labada wadan shacabkooda iyo TPLF lafteedaba in shaki iyo tashwiish lagu abuuro oo ay dadkan is wada weydiyaan ninkana muxuu u maqan yahay oo ay noqoto mid ka mid ah cadaadisyada ra'iisul wasaare Abi Ahmed iyo siyaasa fawarki dhexdooda la dhigayay oo labada nin lagu eedeenay inay nimankaasi gooni u wada xasuuqayaan inay iyadana meesha iyada ku guriyaan wa arrin kaleeto oo iyadana laga hadlay qodobka kaleete la soo qaaday oo isagu haba yaraatay aan macquul ahayn ayaa waxa uu yahay in siyaasa fawarki maadaama ciidamada isdagaal kula jiraan booraha dhaadheer ee Gondar ay saaran yihiin TPLF diyaaradda uu wato ee siyaasa fawarki haduu loo ku soo galo iyo hadii kalaba inuu carqalad la kulmi karo waa mid kamida waxyaabaha ay dadku sheegeen oo waliba warbaahinta deegaanka amxarada ay arintaa iyada aad u hadalaysa laakiin wax la hubo oo xaqiiqo ama mid kale tana arin la xaqiiqsan kara iyadana maba ahaba sababtuna waxa ay tahay diyaarad caalami ah oo hawada ku duuleysa hawada dawladda Ethiopia maamulayso xitaa meelo kale ay ka soo wareegi karto inkasta oo waxyaabaha ay ku sicileenayaan waxa kamid ah dhinaca Djibouti maayna mari karin oo Djibouti iyo iyaga calaqaadkoodu ma wanaagsano dina aan kale too suudaan maayna mari karin oo suudaan iyo Eritrea iskuma fiicno Abi Ahmed buu siyaas ka raacay Cabdalla Xamduuk oo waxyaabaha ay dhinacyadu qodobba kamid qodob kale too kamida qodobadii ay soo qaateen ayuu qodobkaasina ah intaas waxa dheer in labada nin ay arintii waa siyaasa fawrki mararka badan ka dhiga Abi Ahmed hadda haysto oo ah in ciidamadii Ethiopia ay loodin la yihiin nimankii TPLF goormaan kaaga digay meeqa jeer baan ka joog ku dhahay war arintaha sameeyeen Soomaana ku dhihin ayuu siyaasa fawrki marar badan ku cilceliyo guud ahaan marka la fiiriyo arinta wqooyiga wadanka Ethiopia ka jirta iyo waliba tan la xariirta ee dagaalada inta guud ahaan waa qaar kamida qodobada ay cuskadeen qaar kamida dadka arimaha siyaasada u dhundoloola oo labada wadan ka soo kala jeedo dibadda jooga kuwa gudaha jooga warbaahinta maxalliga gudaha wadanka Ethiopia territory iyadu kama hadli karto arintan mana soo qaadi karto maadaama oo siyaas oo san ogolayn warbaahintaasi madax banaan qodobadaas ayaa la sheegay inay kamid ka ahaayeen ee waxyaabihii oo siyaasa fawarki uga soo qayb gali waayay arintan laakiin waxa la ogaan doonaa kulamada soo socda iyo xaflada kale oo la filayo kadib markii Abi Ahmed la dhaariyo oo la asixiyo ayaa waxay dadka qaar kood leeyihiin markaas ayay warar badani soo bixi doonaan oo waxay dhahayn war jiraaba xakaaro ayuu iman dadka qaar ayaa arintaas iyadaana ku andacoonay waxay noqotaa toddobaadyada soo socota ayaa la filayaa in faahfaahin arintaasi laga helo nooc ay doonto baa noqote halkan ayaan idin ku soo gudbin doonaa waxyaabaha ugu muhiimsan amaba wax arintaasi la xiriira ay xogaa ee aan helo tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.